بدي رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من شي جديد، ورحب بكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقة، وخاصة رح نروح لعالم اليوغا. وعالم اليوغا عالم كتير واسع وفي فوائد كتيرة وأنواع اليوغا عديدة، وكل نوع يمكن بيناسب شخص معين. تفاصيل كتير رح نروح فيها مع ضيفتي مدربة يوغا وفاء جفال، اسمحوا لي رحب فيها. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وفيك تمام جميع، مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا، شرفتينا، وخاصة دايما هيك بكل إيجابية كون بدنا نفوت على بيوت الناس. الحمد لله، اكيد طبعا تمام. اليوغا عن جد عالم كثير واسع، ويمكن انت من الاشخاص اللي فينا نقول انه حياتك كلها بتكوني دائما عم بتعززي هيدا الدور الجميل جدا لليوغا طبعاً. وتخبر الناس قد ايه بتعطي فوائد لكل شخص فينا، لكل حدا ولكل افراد العائله اذا فينا نقول طبعاً. صغار الكبار للكل. قديش مؤخرا اثبتت الدراسات وكثير عم بتشوفي ثقافه اليوغا عند الكل، لانهم صاروا عم يعرفوا انه فوائدها كثيره على طبعاً. الصحه وعلى العطاء وعلى الجسد، خبرينا. سو اليوغا هي ثقافة كبيرة مثل ما بتقولي، هي علم، هي علاج، علاج نفسي، علاج جسدي، لأنه يوغا عن جد علم، علم كان من زمان موجود، من 5000 سنة يمكن بإنديا، ورجعت بالقرن 19 بلشت تجي على أوروبا أمريكا، وبلشت عنا بالشرق الأوسط كمان من كذا سنة، ما كانوا كتير باليوغا لانه كان في مفهوم شوي غلط لليوغا، لأن اليوغا كثير كان للدين او شيء او ما خصه ابدا. اليوغا تبين علميا انه كثير كثير بيساعد الانسان بكل الاشياء اللي بدك اياها، يعني جسديا مثل علاج جسدي، علاج نفسي، علاج روحي. طبعا للجسد عنده كثير عوارض، يعني بيتعرض الانسان لمشاكل جسدية، مثلا وجع بالمفاصل، بالظهر، بالخصر، بالعظم. سو اليوغا لما نعملها الفيزيكال يوغا اسم رياضة منها لليوغا، بتقوي الجسم. حلو. بتقوي الجسم، بتقوي الظهر، سنس الظهر أهم شيء عندنا بالجسم الإنسان. سو إذا أنت جيت لجهة الرياضة تعيت اليوغا، هيدا لحالة بتقوي لك كل جسمك. حلو. إذا أنت لجأت للنفس اللي بتساعدك كتير تتنفس بطريقة أحسن، شغل الرواية بطريقة أحسن، بتقويك نفسيا طبعاً. وبتريحك أكتر وأكتر. بنفس الوقت عندك التأمل اللي هو المديتيشن، بتروق الفكر. سو يوغا عن جد بيساعدك انك تكتشفي الذات، تعرفي انت شو بدك بحياتك، تقوي أكتر بحياتك. طبعا سو انتشرت اليوغا بشكل عالميا، وصار في كثير كثير نوادي يوغا تعلم، وحتى بالنوادي الرياضه العاديه صار يعلموا يوغا، صفوف يوغا اكيد كثير. طبعا حلو كتير. الكلام اللي عم تحكيه، لانه بتحسي انه واحد تكون معصب وجاي عليك هيك بطريقه كثير عصبي، بتقولي له خذ نفس، يعني هون هيدا ابسط الامور، انه النفس امرار بتلاقينا عم نتنفس بشكل غلط، بشكل عشوائي، يعني اليوم مزبوط. يمكن الناس بتضحك، بس في اشخاص عن جد بتلاقيه خلص ما في هيدا النفس الصحيح. اليوم وقت تقولي عم باخذ نفس صح، قد ايه اليوم وقت ناخذ نفس صح، ناخذ قرارات صح، بنكون عم نعد خطواتنا اكثر، وفايدة عم نحكي بحياه اجتماعيه، بقرارات مزبوط. بالحياه مزبوط. يعني هالقد افادتها كبيره، غير الرياضه والبوستشر الصح والتفاصيل. في كثير ناس بيقولوا ما بعرف اتنفس. نعم ما بعرف اتنفس، عن جد كل نفسهم كثير قصير. صح. والنفس مش اكثر من بس تركزي عليه شوي، تروقي شوي شوي شوي، بتعرفي تتنفس بطريقة صحيحة عميقة أكتر. حلو. وصحيحة أكتر. طبعا. مجرد ما تعلمت النفس المزبوط، هيدا بيساعد الفكر يروق شوي شوي. بعدين عندك كتير ناس بتفوت على اليوغا بتحسيهم هيك عندهم ستريس، تعبانين، غير محبطين، ما بيحكوا. اوكي. شو بيقولوا، قابضين حالهم، يعني من جوا حابسين كل اخبارهم، يعني من حالهم. يعني مثلا انا عندي جروبات صار لهم 11 سنه مثلا بيعملوا معي، عندي جروب كثير كبير وبيسافروا معي كتومين كتير. يعني ما بيحكوا اللي عندهم، بيفوتوا على صف اليوغا بتحسي في حزن بوجههم، صح، في كآبه بوجههم، وبنفس الوقت ما بيحبوا يحكوا. بس صدقيني لما يصيروا يعملوا اكثر واكثر اليوغا بيرتاحوا مع حالهم، بيفتح كل الطاقة. حلو. بالجسم بيكون في، ما هي اليوغا أساسا أنه بتفتح الحركات، اليوغا بتفتح لك الطاقة بالجسم. يعني أنت بيكون عندك انسداد بالمثلا طاقة تاعت
الزلعيم هيدي بتخلي الواحد ما يعرف يحكي صح ما يعبر 100% اوكي او عندك ايموشنز بالقلب كمان تحسريهم مع اليوغا. يعني انا بعرف من تلاميذي بالاول كانوا كثير هيك دالهم ساكتين جامدين ما يضحكوا انا دائما بقول لهم يو هاف تو سمايل صح اضحكوا اي صح اضحكوا 100% سمايل لان لما تعمل سمايل حتى لو انت مقهوره او في شيء تطلع شوي طبعا 100% يعني صاروا يحكوا اكيد صاروا يطلعوا صاروا يضحكوا بالصف عرفتي يعني بنفوت على صف اليوغا ما ضروري نكون يعني كثير كثير جديين بكل شيء يعني طبعا للاشخاص اللي ما بيحبوا يعملوا رياضه مع انه كمان وصلنا لمرحله دراسات اثبتت قد ايه لو مشيتي بس حركتي جسمك قد ايه للصحه كتير منيح يعني بنحكي دائما عن هالشيء قد ايه اليوغا بتجمع كل شيء وفاء يعني اليوم للاشخاص اللي ما كتير لهم خلق يروحوا ويعملوا مجهود بالجيم فين يروحوا على اليوغا كمان بيضعفوا أكيد. كمان بيعملوا فورم يعني أكيد. هي كرمال هيك قلت في انواع لليوغا وفوائد كتير اول شيء اليوغا هي كلمه يوغا از يونيون تو يونت يور بودي تو المايند تو يور سبيريت يعني بتوحد الجسد مع النفس مع والروح. الفكر والفكر اوكي أكيد. اذا انت بدك تعملي رياضه قويه لانه اليوغا كثير في انواع صار في الاشتانجا الفينياسا البكرم يعني كل واحد يجرب يعني ما ينطر مثلا ليوصل انه صار عنده مشاكل نفسيه او تعبان بحياته ليروح على اليوغا ليروح على اليوغا انا بنصح العالم كله من عمر 3 سنين سنتين فيك تفوت الولد على اليوغا حتى لو صار عمره 70 و80 بدلهم فيهم يبلشوا باليوغا وبلشوا كذا نوع يوغا لانه اليوغا هي مدارس عديده صح اشخاص عديده طبعا طرق تعليم عديده انه في منهم بيقول اليوغا مش لإلي صح اليوغا مش لإلي انه الدهر بيقول اليوغا مش لإلي مثلا بيعملوا ايديهم هيك هيدا المديتيشن اللي ما بنحرك فيها بس انا دائما بنصح انه كل انسان يفوت يجرب طبعا كذا نوع صف يوغا لانه عم بقول لك عندنا اليوغا القويه والشوي ميديوم والاخاف والسريع والكثير على مهله جربوا كذا نوع يوغا صح جربوا كذا استاذ 100% تيتشر يوغا لانه بترتاحوا مع الشخص اللي بترتاح طريقته الا ما تعملي كليك مع شي نوع يوغا طبعاً. او مع الاستاذ اللي انت عم تعملي معه الا ما ترتاح لانه اليوغا عن جد بيعطيك فيري نايس شيب يعني بينحت الجسم نحت لانه طبعاً. بتشتغلي فيه يعني من راسك لاجرك انت عم تشتغلي فيه كل عضله مثل بيقولوا عم تتحرك كل شيء كل شيء يعني عم بقول لك اللي عنده مشاكل نفسيه او جسديه الحكمه يرتاح. عم بينصحون يروح يعمل يوغا مش معناتها ما تروح عند الحكيم أكيد. او بسيكولوج او بسيكيات لا انا بحترم كل هول واي شيء اي انسان عنده مشاكل حتى جسدية بجسمه ما يجي على صف يوغا مثلا اذا عن جد سيريوس بروبلم يروح عند الحكيم طبعا يعرف شو عنده مشاكل قبل ما يفوت على صف اليوغا طبعا وبرضه نحن عم نعمل اليوغا دائما انا بقول كل واحد بيعمل شو بيقدر جسمه يعطي قادر يعمل صح سو بتسمع لجسمي طبعا يعني اليوغا ما يضغط على حاله يعني أبداً. كمان صح هذا مش انه يفوت على صف اليوغا انا بدي اعمل يوغا بالقوه بدي اوقف على راسي طبعاً. اليوم بدي ما غير لا ما حدا عم بيحكي انه يو ار نوت ان ذا يوغا كلاس تو جادج يور سيلف يعني ما تحكمي على حالك 100% كثير حلوه هالنقطه اللي عم بتقوليها لانه في اشخاص بيفكروا انه انا مش لإلي اليوغا لانه ما قادر اوصل لهالمرحله بس ما فيك انت تقرر بلش شوي شوي لانه أكيد. يمكن توصل لها قد ايه في ناس وفا يقولوا لك انا ما فيني اوصل لهالمرحله انا ما عندي فلك ما عندي هيدا هيك الليونه بجسمي هالتفاصيل انا وحده الناس ما كان عندي الليونه كنت اعمل كثير رياضه كنت مجنونه بالرياضه كل شيء كارديو بس لما بلشت باليوغا ما كان عندي فلكسبيليتي ليونه بالمره كثر التمرين بتعطينا هالليونه طبعا بعدين يعني عن جد خلينا نشوف بالصور هلا في صور كثير نعم بتفرج الليونه وبتفرج الاجواء الحلوه لليوغا وتفاصيل كثير نعم كنت عم تقولي اكيد ايه لما يصير عندك ليونه بالجسم عم بقول لك اليوغا مثل كانه شيء كله مربوط مع بعض ليونه الجسم بتوصلك ليونه الفكر فكر بالضبط بتتقبلي اشياء بهالدنيا اكثر واكثر طبعا سو تكتشف الذات اكثر بصير تلاقي السلام الذاتي اكثر واكثر بالضبط مع تمرين اكثر طبعا وأكتر. طبعا عم نشوف صوره هيك على الهواء اوت دور قد ايه كمان اليوغا بيلعب دور يعني بقلب الصف وبرا بالطبيعه وهون كمان عم نشوف إيه على البحر خبرينا هون كان عندنا يوغا ريتريت بتايلاند طبعا قبل الكورونا كنا كل سنه كل سنة نعمل هيدي مثلا كان عندي ايفنت هيدي هون عم نحكي عن الليونة كلها وعم نحكي نعم سو هون كمان كنا نعمل كثير ايفنتات برات النوادي طبعا قبل الكورونا
وهلا رجعنا هلا مثلا اول كنا كل سنه اعمل مره او مرتين يوغا ريتريت نسافر لبرا طبعا وقفنا بسبب الكورونا وهلا رجعنا ان شاء الله. هي قد ايه بينبسطوا الناس وقد ايه بحسوا عن جد حياتهم كثير غير يعني مثل هيدي الصوره بعتقد هي كمان من احدى السفرات قد ايه بالضبط يعني قد ايش الجو العام بيريح الرياضه اللي عم تنعمل كيوغا قد ايه بتريح كثير اول شيء لما تسافر يوغا ريتريت انا بيسافروا كثير معي نسوان نعم بتحسي حالك خلص مثل يعني اخذت بريك من كل شيء بالعالم اللي انت كنت عايشتي بلا اولادك بلا التليفونات بلا الشغل بلا هيدا بتريحهم كثير يعني مش انه بس بنعمل يوغا بيروح بشم الهواء شوي بنضحك بنعمل سهرات مع بعض سو مثل ثيرابي للجسم هي يوغا بالاساس كانها ثيرابي علاج للجسم اكيد كنت عم تقولي قبل شوي والفكر, والفكر وهيدا اهم شغله وقت ينجمعوا اثنيناتهم مع بعضهم قد ايه بيفيدوا كثير يعني حتى بالصوره اللي عم نشوفها الاجواء الحلوه للصبايا والستات مع بعض والضحكه اللي هي لحالها مثل ما قلتي علاج بدهم يضحكوا وينبسطوا كنت عم تقولي شغله كثير صح ما بعرف قديش بعدنا لهلا بنشوفها من الناس وبنسمعها كانوا بس يقولوا يوغا دغري بحطوا ايدهم هيك وبيقعدوا بيقولوا كيف فيهم يقعدوا هيك هيدي من الانواع يعني اليوم في قاعده هيك تامل وراحه هيدي مديتيشن هيدي لما انت تقعدي بلا حركه نعم. اسمها مديتيشن اللي هي التامل نعم هيدي ما خاصه باليوغا الفيزيكال يوغا اللي بنعملها بالضبط بس هن بعد ما عندهم مفهوم 100% فتعرفوا على اليوغا اكثر تعرفوا على انواعها فوتوا جربوا يوغا ما تنتظروا يصير عندكم مشاكل نفسيه او بحياتكم طبعا او جسديه يعني حتى في اشخاص قلتي على البوستشر على الوقفه ظهر اليوم العمود الفقري بس يكون هالقد صح هو اساس الجسم كله لانه كل الاوجاع الظهر بتجي من القعده المدوره مظبوط مظبوط سو الانسان بطبيعه الله خلقه انه كل ما كبر كل ما سنس الظهر حتبرم كانه انحنى ما انتبه نعم ما انتبه بدها تصير تبرم اكثر واكثر مظبوط سو دائما واحد يركز انه يقعد منيح بيقوى العضل الفكري بيقوى 100% بتخفف الاوجاع طبعا قلت كلمه كثير حلوه اتس نيفر تو ليت يعني دائما للصغار للكبار لو عمره 70 80 صح. سنه وقادر انه يفوت بهدول الصفوف مزبوط. ما يقصر مزبوط اكيد اتس نيفر تو ليت انا وحده الناس ما بلشت يوغا انا وصغيره بلشت على عمر 39 ووقف وقع عمري هون خلص خليته وقف عمري طبعا ان شاء الله عليك خلص لا عن جد يوغا بتساعدك تضلك يونغ اند فيت يعني بتضلك صغيره ما بتكبري بالعمر لان الجسم بيضله يعطي طبعا 100% انا موقفه على 39 اي فيل ايم 39 جريت بحرك مثل عمري 39 هيدا شيء كثير حلو هيدا انت يمكن الصوره الصح وفى اليوم عن هذا الموضوع كثر خير الله بس كمان في ثقافه يعني فت بهذا الطريقه لانه كثير ضد يمكن الاشخاص اللي بيوصل بيخلوا العمر هو يكون منه بالعمر ابدا 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 100% مهم الواحد يكون صحته منيحه يكون أكيد. هو قادر يعطي أكيد. يكون نشاطه منيح واليوغا بتخلي لك صحتك منيح طبعا طبعا اتس مور هيلثي بتخلي الجسم اقوى بتخلي الفكر صح ناضج اكثر يعني انت مجرد ما ركزت على التنفس او شيء او ركزت على الحركه اللي انت عم تعملها باليوغا عم تعملي كونسنتريشن عم بتقوي الذاكره كمان عندك اكثر يعني عم يوصل للدماغ بتحسي يعني اكيد النفس يكون عم يعطيك بشكل مضبوط هون عم نشوف كمان صور من الاجواء هيدي بسريلانكا ريتريت هلا ايام زمان ان شاء الله ان شاء الله بتنعاد بنروح تنعاد نعمل سفرات اكثر واكثر تمام يعني اليوم عم نحكي سريلانكا عم نحكي تايلاند عم نحكي قد ايه ثقافه اليوغا كان كثير كبير والناس عم بتحب كله. لانه عم تستفيد يعني أكيد. اليوم اذا بدنا نقول للناس في اشخاص بيكونوا عصبيه في اشخاص بيكونوا مثل ما قلت كتومين ما بيحكوا كثير بتغير حتى بالشخصيه يعني أكيد. غير جسد من جوا بيقوى بلا ما يحسوا على حالهم حلو. انا وحده الناس نعم. اليوغا قوتني كثير بحياتي حلو. يعني ما في ولا انسان ما بيمرق بمشاكل ما في ولا انسان طبعا شو ما كنت مشكلته بالضبط اليوغا عن جد قوتني حلو عشان هيك من قلبي بحب بتحب تخلي العالم. الناس تتغير يمكن لو بتشوفي حدا عم يمرق بنفس الظرف او بمشكله أكيد. معينه قد ايه بتقولي له انه خلص تخطى وفوت باليوغا انسى مش انه بس انسى او تسامح الشخص نعم. مثلا اللي عمل لك شيء بحياتك بدي اجرب اتقبل كل شيء بهالدنيا كرمال حالي كرمال حالي لانه انا بدي اريح حالي مزبوط. يعني ما حدا ينتظر ان في حدا حواليه فيه يريحه ابدا ابدا بايده اذا انت ما قدرت تريحي حالك طبعا. ولا ممكن حدا حواليك 100% وبرضه انا بقول اليوغا كثيرابي للجسم بلس انه يمكن في ناس بحاجه كمان لبسيكولوج او بسيكيات قبل ما يروحوا على اليوغا غلط.
مش غلط أكيد. ابدا مش غلط. حلو. كل واحد يعمل شو بيريحه طبعا، بس اليوغا عن جد ثقافه، علاج العلاج قوي للجسم وللفكر ولهالدنيا كلها اللي نحن فيها. طبعا يعني عم تحكي حكي كثير حلو انه ايه الحياه فيها طلعات وفيها نزلات وفيها مشاكل وفيها كمان نقدر نشوفها بطريقه حلوه وايجابيه. اكيد طبعا نكون نحن عم نملي وقتنا. يوغا بتخليك تضلك ايجابيه. بالضبط، والجسم له حق علينا، يعني جسمنا له حق علينا، يعني هيدا الشيء كثير حلو. من كل صفوف ومن مقابلاتي معك صرت انا عم بنبسط اكثر لنقدر ننشر هيدي الثقافه للناس. وفاء صار في كثير يعني خاصه هلا بعد الكورونا بتعرف العالم كتير قعدت ببيوتها، خسروا شغلهم. صح صح. الناس خسروا ناس من عيالهم طبعاً. يعني أشخاص مصبوط. العالم لجأت لليوغا. صح. إذا بتشوفي هلأ بس مجرد بلبنان كم نادي يوغا فتح جديد. مصبوط مصبوط. لأن احنا بقى مس الحاجة بهيدي المرحلة كتير بالعالم كله. 100% بالعالم كله 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 طبعا. لجأت العالم كتير لليوغا، يمكن ساعدتهم شوي يتخطوا الأمور يتقبلوا اشياء اكثر. بالضبط بالضبط. وقت نحكي انواع يوغا كمان بنكون عم نفوت بالموضوع اللي كنا قبل شوي عم نحكيه، اللي هو انه شوفوا جسمكم شو بده، شو قادرين تعطوا، ما تضغطوا على حالكم. قد ايه بتنصح الناس هيك؟ لانه بتعرفي بتفوتي على صف يوغا بتشوفي في اشخاص صار لهم يمكن فتره اكثر، بصير في مثل عرض عضلات اذا صح التعبير، انه بدي اعمل هيك. شو بدك تقولي لما فوت على صف يوغا؟ اول شغله بقول لهم ما تطلعوا بغير شو عم بيعمل. صح. ما تحكم على جسمك شو عم بيعمل، لانه الجسم عنده طاقه كثير كبيره. صح. صدقوني انه شوي شوي هالجسم ذكي، بيعرف شو هو يظبط الحركه. صح. يعني يمكن اول ما تعمل الحركه فيك تعمل فيها منها يمكن 10%، اتس فاين، بنبلش ب 10%، بعد شوي الجسم بصير يتجاوب اكثر، بصير يعطي 20 30 و40%. سو انت مجرد ما هالجسم صار يتجاوب اكثر بصير الشخص بينبسط بصف اليوغا اكثر. ليه؟ لانه صار عم بيعطي اكثر، بستفيد اكثر. سو انا ما بتطلع بغيري انه ليه غيري عم بيعمل هيك. في منهم مثلا صار لهم سنه، في منهم صار لهم 10 سنين، يمكن يعطوا نفس الشيء. نفس الشيء حسب الجسم. حتى انا اي دونت جادج ماي سيلف، يعني ما بحكي مع حالي. بتفوت على صف اليوغا بعمل شو جسمي قادر قادر يعمل. يعني. تمام. يعني هون كمان بده يكون في عنا سؤال اول، يعني انه قد ايه صار لي عم بتدرب باليوغا او عم فوت بهالصفوف ليعطي الجسم، يعني مش انه قاعده اني فوت دغري بدي اعمل هالشيء. لا شوي طبعاً شوي في مراحل بتقطعوا فيها وانت أكيد. بتختاري شو على بالك تعملي. اكيد أي اكيد نوع. بعدين يعني لما تتمرن مره بالاسبوع شيء او تتمرن مرتين او ثلاث مرات اكيد يعني في تحسن اسرع. طبعا طبعا. عرفتي؟ وبعدين خلص انت فايت تعمل اليوغا، اعملي شو انت بدك. صح. شو انت بدك. يعني دائما بيجوا عندي الناس جداد، كل صف بيجيني ناس جداد. صح. ما في انا ارجع مثلا بلش من البداية اليوغا اول حركه. دائما بقول لهم اعملوا شو جسمكم قادر يعمل. قادر يعمل 100%. ودائما مثلا نعطي بوستشر الاوبشن الهين الاصعب. طبعًا. الاصعب انا بعمل شو جسمي قادر شو بده 100%. ففينا نكون رايحين للاكستريم للقوي بعد التدريبات والانواع اللي بدنا نقطعه فينا شوي شوي. يمكن في ناس بيروحوا بس كرمال العلاج مديتيشن كثير هيك ببلشوا هيك ببلشوا ايه، بس بعدين بصيروا يحبوا يطوروا اكثر. بعدين دائما بقول انه ما 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 اعمل حركه بالقوه انه انا بدي اعملها، باذي حالي طبعا. عرفني؟ يعني نحن الاساتذه بس بنعلمكم شو تعملوا، بس البيجست تيتشر او الجورو بسموه هو الجسم. انا بتسمع على جسمي شو جسمي قادر يعمل. مزبوط. يعني كل حركه بعمل فيها ما لازم احس بوجع. ما صح. لازم احس بوجع باليوغا. يمكن اوكي بنعمل ستريتشنج او ستريتشنج كثير قوي، بنعمل سبليت او شيء، بس ما المفروض انا احس بوجع بالحركه. احس انه المسلز عم يشتغل عندي بس ما في وجع. بالضبط. شوي شوي هيدا اهم شغله. عم نشوف نحن ديورينج الكلاسز وبعز الصف خليني اقول كيف بتكون الاجواء. يعني اليوم الموسيقى طاغيه، الجو العام بريح. للاستاذ دور كثير كبير اكيد. طبعًا. يعني اليوم لحتى يقدر يحببك. فدائما مثل ما قلتي كلمه قبل شوي يمكن كنت قاصدتيها بمكان ما بشكل عام، انه شوفوا مع مين بترتاحوا اكثر، لانه امرار يمكن بيضغطوا بطريقه لا بحس انه هي ما حبيتها. هم كون ظلمنا اليوغا. صح. ظلمنا اليوغا، ظلمنا الاستاذ او شو اسمه. لا صح. عشان هيك دائما بقول جربوا كذا نوع يوغا طبعا، وشوف جسمك شو بده. كذا تيتشر. صح. استاذ او معلمة يوغا. انواع اليوغا مثل ما قلت كثير. اللي عمره مثلا 70 مش مثل اللي عمره 30 او عمره 15. هول النيو جينيريشن مثلا بحبوا دغري بدهم يوقفوا على ايديهم، يوقفوا على راسهم. لعمره 70 مثلا، لعمره 70 فايت هو بس ليحرك جسمه شوي.
سو بعمل انا شو قادر اعمل. اكيد اكيد ودايما أيه. بتحب يخبروك بالضبط اذا في اوجاع في اي مشاكل لتعطيهم التدريب والحركه المناسبه. معنا تقريبا دقيقتين، بهالدقيقتين شو بتحب تخبر الناس؟ اول شيء هلا لكن ان شاء الله رجعتوا بطريقه، لانه بكورونا كثير تازم الوضع وصار في يمكن تاجيل لمشاريع كثير. هلا شو التحضيرات؟ هلا التحضيرات انه عنا اول سفره ان الله راد على البحر الميت، سو عم نجرب انه هلا نروح على مطارح، مطارح ما تكون بعيده. والنوادي اليوغا صارت كثير موجوده بلبنان، صح. سو كل واحد بده يعمل يوغا يفتش على مطرح قريب لعلي، لانه عندنا عجقات سير كثير قويه، مش ما توصل على صف اليوغا رجع عمل ستريس قبل ما تعمل الصف، سو نكون قبل بوقت. وفوتوا بحياه اليوغا وصدقوني حتى لو علقتوا بعجقه سير ما بتحسوا فيها، اند فوتوا بحياة اليوغا أنا حتقويكم جسديا نفسيا وفكريا. فكريا وبعتقد كلنا بنتمنى انه نوصل لهيدا المرحله، انه نكون هالقد مرتاحين جسديا وفكريا و بحياتنا كلها. اكيد الانستغرام الخاص فيك على اسفل الشاشه، وفا بيقدروا الناس يفوتوا يتعرفوا على طبعا. كل انواع اليوغا ويتحمسوا بالصور اللي حيشوفون بالفيديوز ويواكبوا دائما اي سفره بحبوا انه يتواصلوا معك كمان فيهم. انا بدي اشكرك، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك معنا مدربه يوغا وفا جفال، شرفتينا، اهلا وسهلا. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام هذه الحلقه من جديد، موعدنا بتجدد معكم بكره نفس الموعد، فكونوا كتار، الى اللقاء.